مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وتحية لكم جميعا. مرحبا بكم إلى أجندة الساعة، هذه الساعة التي من خلالها نطرح مختلف الأحداث في الساحة السياسية ومختلف القضايا ونتناولها بشيء من التحليل. منذ أيام قد ابتدرنا الحديث عن الورش المختلفة في الاتفاق الإطاري وصولا لهذه الورشة التي أقيمت يوم السبت أول أمس، ومجموعة من المقدمين لأوراق مختلفة ومجموعة من المشاركات في هذه الورشة. فهل لبت ورشة العدالة الانتقالية تطلعات الشعب السوداني وتطلعات المشاركين في هذه الورشة وتطلعات لجان المقاومة وأصحاب الحقوق؟ كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عليها اليوم في أجندة الساعة رفقة الأستاذة رحاب مبارك القانونية، وهي واحدة من لجان الحرية والتغيير. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك، ورحب أيضا بعماد أحمد ومن لجان المقاومة. مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المشاهدين. مرحبا بك أستاذة رحاب. وبدءا الحديث كان في الحديث عن العدالة الانتقالية والبنود التي حملها الاتفاق الإطاري، تتحدث عن العدالة والعدالة الانتقالية، فبدءا ما هو التفسير لمبدأ المصطلحين العدالة والعدالة الانتقالية؟ مساء الخير عليكم جميعا، وابتداء يعني تحية المجد والخلود لشهدائنا شهداء الثورة السودانية جميعا، ابتداء من استقلال السودان حتى الآن، وكذلك تحية المجد والخلود لكل من يعني ذاق ويلات العذاب والتعب في هذا السودان من جرحى ومصابين ومفقودين حتى الآن مجهولي الأماكن والحدود. المصطلحين مختلفات تماماً فيما يخص العدالة والعدالة الانتقالية، لأن العدالة بمفهوم الواسع هي كيف أنت تلقى حقك متين ما أنت تطالب به بالوضع الطبيعي، حصلت لك أي حاجة في إطار دولتك في القوانين المنظمة للحاجة اللي حصلت لك دي، خصوصا يعني ابتداء من ميلادك وحتى وفاتك بالوضع الطبيعي، يعني في القوانين اللي بتنظم حياتك في الدولة اللي أنت بتعيشها، من إنها تمنحك الجنسية، من إنها تمنحك شهادة الميلاد، من إنها تمنحك الحقوق إلى آخره. فدي لما أنت يعني تطالب بحقوق جديدة تلقاها في إطار البلد اللي أنت بتعيش فوقه، معناته أنت كده يعني قدرت تتحقق لك العدالة على المستوى الشخصي. يعني العدالة عموما عندها ارتباط مباشر بمجتمعات وبأفراد أكثر، أما العدالة الانتقالية فهي وضع استثنائي بيكون في البلاد اللي كانت حصلت فيها منازعات او حصل فيها تغيير، زي وضعنا مثلا، زي وضع رواندا الى اخره، يعني او البلاد اللي حصل فيها يعني تغيير في نظام الحكم، تحديدا من نظام شمولي ديكتاتوري الى نظام مثلا ديمقراطي. فدي اللي بتتطلب افرازات التغيير ده بتكون فوقه يعني هنات كثيره، زي مصابين، جرحى، شهداء، مفقودين، دي كلها دي بتلقى يعني يعني مترسبات التغيير. فبكده نحن بنكون محتاجين لانه يعني نشوف هل البلد محتاجه لانه يعني يتنفس فيها الامر بتاع العداله الانتقاليه ام لا. والحديث عن الحقوق بالتأكيد هو يعني حقوق كثيرة وكبيرة يعني يطالب بها الجميع في حديث عن العدالة الانتقالية، ومباشرة حديث لجان المقاومة قبل أن أتحدث عن هذه الورشة، أبرز أشواقكم التي أو حقوقكم التي يعني ترجون أن تلبى من خلال هذه الورش؟ أولا شكرا قناة الشروق للاستضافة، وشكرا أستاذة تيسير، والتحية والمحبة لكل أبناء وبنات الشعب السوداني، التحية والمحبة لكل الذين تضرروا من سياسات النظام البائد. بالتأكيد قضية العدالة والعدالة الانتقالية واحدة من أهم مطلوبات الانتقال للمشروع الوطني الديمقراطي اللي بنحلم به كلنا كده كأبناء وبنات الشعب السوداني، على أساس إنه هو يقدر يحقق العدالة بشكلها الحقيقي، العدالة بشكلها الانتقالي. كلجان مقاومة عندنا أدوار كثيرة، من ضمنها هي المشاركة والرقابة على العملية
نفسها عملية العدالة ذاتها هي بتصب بالتالي كواحدة من مطلوبات تأسيس المشروع الوطني الديمقراطي. فبالتالي نحن وجودنا في عملية الرقابة عليها، هل القضايا اللي نفسها اللي قاعدين هي الموجودة على أرض الواقع، هل هي نفسها اللي بيتم التعبير عنها في وتون السياسة أو في وتون المحاكم أو في غيره، أم من ضمنها قضايا الشهداء؟ قضايا كثيرة دي، هل هي نفسها أم هناك تزوير؟ قبل أن ننتقل لك بهذا السؤال، يعني السؤال كان عن تطلعاتكم في إطار الحقوق، في حديث عن لجان المقاومة والأشواق المختلفة لهذه الحقوق التي يجب أن تكون حاضرة من خلال هذه الورش، أبرز ما تتطلعون إليه ولوجوده كعدالة انتقالية؟ أهم شيء طبعا هو إنصاف الضحايا وإنصاف الشهداء وتحقيق العدالة من 1956 إلى تاريخ اليوم. يعني هذا الشيء حاجة دي لو بقت وأصبحت أمر واقع، بالتالي هي واحدة من أكبر الطموحات لكل السودانيين عموماً. يعني كيف ترون مضى هذا المطلب يعني في الطرق المختلفة وصولاً لليوم؟ يعني واحد حدث عن هذه الورشة التي قد يكون من خلالها تداول لمختلف القضايا، كيف تمضي حقوقكم حتى الآن أو مطالبكم حتى الآن؟ هي نحن ممكن نقول إنها هي يعني ما يحدث هو خطوة اتجاه يعني نقاشات أو فتح نقاشات مع السودانيين والسودانيات حول المسألة. فنحن بنشوف إن ممكن تكون خطوة إيجابية طالما هي عملية بتاع التدريج بتدرج الوصول للغاية الأساسية واللي هي العدالة وإنصاف الضحايا، فبنعتبر إنها هي ممكن تكون خطوة إيجابية. لكن ممكن الورش هي قد تكون فيها مشاركات، لكن لا حديثك عن الورش وعن الفترة السابقة حتى الآن. يعني أنا حديثي حتى الآن ما قبل الورش، ما أنجز في مطلوبات لجان المقاومة في إطار الحقوق. نحن هسي قاعدين في وضع انقلاب عسكري، فبالتالي يعني لم يحدث يعني شيء ممكن نحن نقول إنه هو حقيقي. لم يعدم واحد من الناس اللي قتلوا الضحايا، عندنا شهداء كتار يتحاكموا القتل يتحاكموا، لكن لحد هسه ما تم إعدامه. لم نرى العدالة تطبق على شهدائنا، ده واحد من الحاجات. غير كده نحن بنشوف إنه يعني لم يتم الحديث بشفافية ومكاشفة عن مسألة العدالة الانتقالية طوال السنوات من 56 أنا بقول لك لحد تاريخ الليلة. قد يكون أول طرق للمسألة دي هي في الوثيقة الدستورية، تكون هي بدأت يعني في إن هي تمشي في اتجاه إن هي تحقق المطلوبات دي، لكن إحنا بنشوف إنه المناقشة مع أصحاب المصلحة وأصحاب القضايا هم نفسهم، نحن بنعتبر إنه دي خطوة أولى يمكن تقييمها كخطوة إيجابية اتجاه إنه بعد ذلك الناس نشوف مع بعض هل ماذا سيحدث المستقبل. وده يعني خلينا ننتقل مباشرة للحديث عن هذه الورش. يعني أهم الأوراق المقدمة من خلال هذه الورش قانونيا الحديث عما ذكروا أيضا عماد في حديث عن مشاركة أصحاب المصلحة من خلال ورش العدالة الانتقالية. طيب هي نفس المتطلبات المفروضة في العدالة الانتقالية هي ككل؟ هي في حساباتي هي ناقشت الورش أو لا زالت تناقش فيها؟ ابتداء بأنها هي مشت لأصحاب المصالح في مناطقهم، دي حاجة كويسة شديد، في أنه ما الإشكال كله في الخرطوم أو ما في إمكانية لأنه ينقلوا كل الناس اللي عندهم إشكالات في أنه يجي الخرطوم. فكونه يعني الورش جديد تكون في الولايات دي حاجة كويسة شديد، أقلها بتسمح لأكبر قدر من الناس في أنه يشاركوا من أصحاب المصلحة تحديدا، سواء كان في النيل الأزرق أو سواء كان في شمال السودان في منطقة نهر النيل أو في الشرك، وهي دي لسه طبعاً ما جابت، وكذلك في الخرطوم المدني. فدي حاجة كويسة في إنه لأنه السودان ذاته هو متشعب ومختلف، ومشكلاته من إقليم للتاني بتختلف طيلة الفترة الفاتة، فإشكالات الشرق ما بتشبه إشكالات الغرب، وإشكالات الشمال بالتأكيد ما بتشبه الإشكالات الموجودة. قبل ما نتحدث عن التحديات العامة والمشكلات العامة التي تواجه القانون والقضايا القانونية وغيرها، الحديث عن ما يقدم من خلال هذه الورش، يعني نتحدث اليوم عن اليوم الثالث، غدا ستختتم هذه الورش، فما قدم من خلال الورش إذا كان على إطار الأوراق والمشاركين؟ ما هي نفس المتطلبات، يعني سياسة أبرز ما سياسة عدم الإفلات من العقاب، كيفية إنفاذها مثلاً، ومفهوم المصالحات الوطنية كيف ممكن يتم، ومفهوم جبر الأضرار في حد ذاته، والإصلاحات القانونية داخل المؤسسة القانونية ككل، يعني
فيما يخص قوانين، فيما يخص يعني إصلاح في المؤسسات دي نفسها. دي أسس العدالة الانتقالية اللي احنا ممكن نتكلم عنها بتفاصيل، وتقديم الدناء للمحاكمات، وتكملة زي ما قال الأستاذ عماد تكملة إجراءات يعني السنة العقابية أو السياسة العقابية اللي كانت already حصلت في مواجهة بعض الأشخاص، يعني تتكمل للآخر مثلا فيما يخص جرائم القتل 130 وإلى آخره. فهي دي متطلبات العدالة الانتقالية كلها ككل بتتأخذ لما تجد الورش دي تناغشها، حتناغشها كده بمستوى. بعد ذاك في قضايا بتختلف ذاتها في شكل الإنفاذ، في قضايا قديمة شديد، في قضايا حديثة، في قضايا لا زالت يعني بتحصل، يعني في انتهاكات لا زالت بتحصل. نعم هي نحن ما بنقدر نقول بالمستوى الأول خلت، لكن ده ما بيمنع إنه في انتهاكات بتحصل وفي جرائم بتاعت موت بتحصل. يعني الحديث هو بما نتحدث عن العدالة والعدالة الانتقالية، هو زي ما ذكرتي قد يكون امتداد تاريخي لمجموعة من الظلامات الموجودة عموما. حتى حديثنا عن عنبر جودة أو حديث عن الجزيرة أبا أو غيرها من المشكلات اللي كانت موجودة، معالجة القضايا الموجودة يعني كوصمات في التاريخ كيف يمكن أن تناقش من خلال هذه الورش، وكيف يمكن أن تكون هذه الحقوق موجودة؟ في حقوق عندها ارتباط باشخاص، دي ما بتقدر تخلي يعني شخص يتنازل من حقه، من حقه يطالب بها بالذات فيما يخص الكلام اللي انت قلتيه فيما يخص الجزيره ابا واوا الى اخره. دي عندها ارتباط باشخاص، اذا هم شافوا انه هم بيطالبوا بحقوقهم ده المطلوب. لكن الحاجه اللي انا بعرفها ومتاكده منها انه حزب الامه وهو ضمن ضمن احزاب المركزي في الحريه والتغيير، هو كان من الأحزاب الضالعة. وأنا بتذكر في كلام كان ذكره القائد أبو مناصر في إنه حزب الأمة هو أول حزب تماشى مع سياسات العدالة الانتقالية، وعمل على أول ترميمية زي ما هم بيقولوها، وعمل على إنه البلد تمشي وتتقدم لقدام، في إنه يعني وضعوا جراحاتهم على جنب ومشوا في العملية السياسية عشان ما تحل الإشكالات. ده طبعا ما بيعني بالتاكيد انه الناس تتنازل من حقوقها او تخلي حقوقها. والاشكالات دي كبيره شديد على مستوى الشرق، منطقه جنوب طوكر، منطقه اربعات، في كسل هسي في الفتره الاخيره في قبل الفتره الانتقاليه او اثناء الفتره الانتقاليه، الناس اللي كانوا يتكتلوا في كسل والى اخره. ففي تشعب في القضايا، ما الموجود لحلول يعني او وجوده كقضايا قانونيه يجب ان تحل خلال هذه الورش، كيف كان التناول لها؟ يعني ده السؤال. ده في رايي انا انه طالما انت مشيت لاصحاب المصالح في مناطقها وعاوز تستمع لهم وجبت الاشخاص اللي عندهم حقوق تاريخيه يتكلموا عنها، ده المطلوب. يعني هسي انا متاكده انه مثلا الورشه بتاعت نهر النيل هي دي من ضمن الناس اللي كانوا في متضررين، صد كجبار والى اخره. المنطقة الورشة حقت الشريك فيها نفس الإشكالات بنفس تفاصيلها، والمدني والخرطوم فيها الارتباط بالكلام المرتبط بفض الاعتصام وال125 شهيد لحتى الآن في الخرطوم. الوجود عن الحديث أستاذ رحاب يعني ما هو هذه القضايا، تم الحديث عنها إعلاميا وشاهدنا أحاديث مختلفة ومكثفة عن هذه القضايا. أيوة في المختلفة لكل الناس، ولكن الحديث أيوة الآن بما أنه الآن يتكلم عن ورش قانونية، نتحدث أنه كيف يمكن أن توجد هذه القضايا في إطار القانون ليكون هنالك إنفاذ واقعا وعليا موجودة للإنفاذ. يعني الحديث عن الورشة بالتأكيد هو ليس الحديث عن الخطابات أو الحديث فقط، يعني هو حديث عن إنه كيف يمكن إنفاذ الحقوق، وكيف يمكن أن وأين يمكن أن توضع، ومتى يمكن أن تنفذ، وكذا يعني من الأسئلة المطروحة. الورشة دي مدخل يا أستاذ تيسير، الورشة دي مدخل للحقوق دي ذاتها في حد ذاتها، في إن تجيب أصحاب المصالح وتسمع منهم وتشوف توصياتهم في إنه هم شايفين كيف يعني حقهم ده بيرجع لهم. انت تجيبي اصحاب المصلحة الحقيقيين وتستمع لهم، وفي الاخر الورشه دي بتطلع بتوصيات زيها وزي الورشه زي ورشه القباله زي ورشه الشريق زي الورشه بتاعت التفكيك والى اخره. انت تجيبي اصحاب المصلحة الحقيقيين، اصحاب المصلحة الحقيقيين هم يقولوا متطلباتهم او مطلوباتهم في كيف هي تتنفذ العداله دي في يعني في مواجهه الناس اللي انتهكوا حقوقهم سواء كان قديما او حديثا، والكلام ده بيمشي في توصيات هي اللي بتتنفذ في الاخر. سنعود للحديث عن التوصيات وآليات إنفاذها وغيرها، نتحدث عن ورشة كسل التي ذكرتيها والعثرات المختلفة. ولكن يمكن من أبرز المطالب التي تحدثت عنها لجان المقاومة هو الحديث عن فض الاحتصام. ف
فوجود هذه القضية من خلال الورشة، التناول لهذه القضية هل هو مرضي بالنسبة للجان المقاومة، وهل ترون حل أو يعني إجابة على تساؤلاتكم فيما يخص فض الاعتصام حتى الآن؟ طيب كدين احنا يعني نعايل الملف بانه ماذا لو يعني قدمت لجنه اديب ادله كافيه عن قتله للناس اللي قتلوا اخواننا وشهدائنا وشهيداتنا للمحاكم بوضعها الحالي. بوضعها الحالي نحن لا نثق تماما في انه ذلك قضاء عادل ونزيه يمكن أن يحقق عدالة إلى بنات وأبناء شعب السودان. يجب إصلاح المؤسسة العدلية في الأساس الأول. لمن الذي يصلح المؤسسة العدلية؟ تصليح هذه العملية السياسية، يصلحها ثورة ديسمبر، يعني هي قادرة. خروجنا في المواكب قد يكون دي واحدة من التقاطعات والاختلافات في إنه يعني العدالة بشكلها الآن كيف يمكن للأحزاب السياسية، وقد يرى البعض أنها هي أيضا أحزاب بعينها دون الأخرى، كيف يمكن أن تصلح الأجهزة العدلية وغيرها، يعني تساؤلات كثيرة يمكن أن تطرح في هذا الجانب. دعينا أول حاجة نتفق على حاجة أساسية، لا يمكن أن يصلح العدالة يعني مؤسسات القضاء من أفسد مؤسسات القضاء، فبالتالي نحن هنا قاعدين نتكلم عن المؤتمر الوطني وأعضاء المؤتمر الوطني والمنتسبين إلى القضاء من المؤتمر الوطني هم سبب أساسي في إفساد هذه المؤسسة العدلية، فبالتالي هم ليسوا جزءا من هذه المسألة. هنالك قضاء سودانيين تم فصلهم من الصالح العام في بداية التسعينات في 89 بسبب يعني انتماءات جغرافية لمناطق فيها حزب أمة أو انتماءات جغرافية لمناطق فيها ختمية مثلا، يعني أو بسبب الانتماء السياسي زي ما قلت أو بسبب الانتماء العرقي لمجموعات إثنية محددة. أن نتفق على أنه هنالك سودانيون على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة أنه هم يكونوا في منصات القضاء عشان يعني يديروا المسألة دي. وخلينا نمشي أبعد من كده، ماذا لو لم يتوفر يعني كادر سوداني يعني بالنزاهه؟ نحن ما زي ما قال قاعدين نقولوا اسر الشهداء، نحن ما واقفين، والتحيه لابو الشهيد عباس فرح في ورشه العداله الانتقاليه اول الامس كان بيقول قال الكلام ده، يعني قال لو فشلتم كقوه سياسيه في انه توجدوا لنا مؤسسات عدليه نزيهه عشان تجيب حق الشهداء دين، نحن ماضين وماشيين اتجاه المحكمه الجنائيه الدوليه في انه نطالب، يعني ما دام في حق وفي مطالبة بالتالي يعني لابد أن يعود الحقوق. لو قلنا المسألة بتاعت الفضل الاعتصام، نحن برضو ما قاعدين نعاين لقضية فضل الاعتصام بمعزل عن قضية شهداء سبتمبر بالمناسبة، ولا قاعدين نعاين لها بمعزل عن شهداء الحركة الطلابية، هي جرائم الدولة ضد الحراك الطلابي أو ضد الحراك الشبابي المقاوم للنظام الشمولي العسكري الدكتاتوري في فترات مختلفة. فنحن طالما هنالك قضاء فليأخذ القضاء، زي ما قلت أنا أجيب قضاء عشان القضاء يحاكم الناس، لكن أنا لا يمكن إنه أنا أقول والله فلان ده الكاتل، يعني لا يمكن إنه أنا أوصف زيت أو بعبيد إنه هو الكتل، يعني ما لم تكتمل أركان الجريمة زي ما يعني الأستاذة القانونية والقانونيين بيعرفوا الحياة تماما، ما لم يكون في شهود، ما لم يكون في كاتل معروف، ما لم تكون هنالك بينات وأدلة توضع في منصات هذا القانون الذي نتحدث عنه في أنه وجوده من خلال هذه الورش فيما يطرح بالتأكيد هي مشكلات مختلفة أو قضايا مختلفة، ولكن بالتأكيد الأبرز هي قضية تفضل الاعتصام، يعني الجميع يتحدث عن أنه هذه القضية أخذت زمن طويل وحتى الآن لم يعرف يعني أو لم يجاهر أو حتى القانون لم يحكم بأن هنالك من فضل الاعتصام، يعني فبالتأكيد هي دي جوانب الجميع بيسأل عن وجودها في وجود العدالة الانتقالية وفي وجود هذه الورشة استمرار حاضر. قضية فضل الاعتصام عندها ارتباط مباشر بالإرادة الوطنية في إنه نبرز ونبين للناس من ارتكب الجريمة دي، والكلام ده في السابق حصل له تتريس، يعني عشان نكون واضحين، والسبب في الكلام ده المشاركة الواضحة بالنسبة للعسكر. نحن كنا في الفترة بتاعت الفترة الانتقالية السابقة كنا مشاركين العساكر، ومشاركتنا للعساكر أضرت بين الضرر ما بعد في ملف القضاء العدالة. الكلام ده كلام واضح ودي عيوب اعترفت بها الحرية والتقرير قبل اليوم. الضرر ده يتمثل في إنه حصل لنا التتريس، المؤسسات
الشرطية والمؤسسات العسكرية ما كانت بتمكن من المعلومات ولا كانت بتسلب المنسوبين تيسير الحبر. أنا بذكر الكلام ده زي ما بقولوا يعني زي كأنه حاصل الليلة، كان بيرسل عشرات النشرات للتسليم أو استرداد وما كان بيتم إنفاذها. ليه؟ لأنه كان في شغل بتاع تدريس من الداخل ما قادرين يسلموا منسوبينه. الآن الوضع يختلف بالنسبة لنا. لا كان شنو المبرر؟ هل هي يعني حديث عن أنه هذا الطلب غير قانون؟ في جزء منهم كبير، في جزء كبير منه شريك في الجرائم دي. يعني نحن ما نافذوا الكلام ده، ما متصوص والكلام ده ما معروف. يعني نحن هسي الفضل الاعتصام ده، هل في مدني قتل له مدني؟ يعني ما في مدني قتل مدني، في عساكر قتلوا مدنيين او في عساكر انتهكوا حرمات سواء كان ما قبل فضل الاعتصام او بعد فضل الاعتصام. هس او هسي في الانقلاب يعني القوة المشتركة اللي هسي قاعدين يقولوها دي هي ما هو من الدعم السريع ومن الجيش ومن الاحتياط المركزي ومن الشرطة السودانية. أي نظامي موجود في السودان مسؤول عن الجرائم اللي بتحصل ولا زالت بتحصل. أن إحنا كيف نقدر نعمل فكسة ومعالجات بيبقى بالآخر. أنا أول خطوة المعالجات المفترض تتعامل على مستوى الجيش في إنه الجيوش الكثيرة اللي قاعدة دي تدمج في جيش واحد. وتحدثنا عن الورش بالتأكيد وحدثنا عن نقاط الاتفاق. سنعود للنقطة دي بس لو سمحت لي، سنعود للحديث عنها بالتأكيد. مشكلة بس أكمل لك النقطة دي. النقطة اللي بعدها أن إحنا عشان ما ذاته نمشي يعني للنقطة اللي بعدها للخطوة اللي بعدها إنه تكون في إرادة حقيقية من الجيش في إنه حقيقي دار يصلح ودار يقدم الناس اللي ارتكبوا جرائم للمحاسبة. يعني دي نقطة مهمة شديد. لو ما الكلام ده حصل ولو ما بقت في قوانين واضحة وصريحة، أنتم لا ترون يعني للجيش إرادة حقيقية في الحل؟ نحن نرى نتائج. بعد ذلك من آخر بيان طلع للجيش أصبحنا نثق في إنه هو ماشي في خطوات. لا آخر بيان ولا أنتم آخر بيان. أنتم شركاء للجيش في الاتفاق الإطاري وبالتأكيد هو كان مشارك لكم. الجيش ما شارك في الاتفاق الإطاري. كيف لم يكن شيء؟ الجيش ما اتفق في الاتفاق الإطاري. كان الجانب العسكري وقع عنهم وأنتم أيتم هو ما شريك. ده ما بيعني إنه هو حيرجع للحياة السياسية أو حيكون معانا. يعني ألم يكن موافق على الاتفاق الإطاري وموقع على وثيقة الاتفاق الإطاري؟ طبيعي. لكن لما أنت تتكلمي عن سلطة بيستلموها عسكريين، نحن في وضع انقلاب يا أستاذة تيسير. يعني حيوافق منه؟ ما أنا دي ما محاسبات، أنا أتحدث عن معلومات. هل الجيش كان موافق؟ الآن تتحدث عن إنه الجيش لا يجد له طريق للحل، لماذا وافقتوا أو شاركتم الجيش؟ قلت في السابق في الفترة الانتقالية لما نحن كنا بنشارك الجيش، السبب الأساسي اللي خلى العدالة ما تمشي على قدم وساق في إنه كان بيكون في تدريس. وبعد ذاك حصل انقلاب عديل. يعني حتى بعد الكلام ده بعد التدريس ده حصل انقلاب عديل. الآن يعني ترى أن الجيش له طريقة للحل؟ والله حسب كلامه وحسب بيانه ونحن فيها. كان حديث عن فضل الاعتصام ووجوده من خلال الورشة. سنعود للحديث عن الورشة عن الحقوق القانونية من خلال هذه الورشة، ولكن معنا إفادة سنراها من خلال هذه المساحة ونعود للحديث عن ورش العدالة الانتقالية. هذه الورشة واحدة من الورش الإقليمية الستة اللي انعقدت بمبادرة من منظمات التحالف المدني للعدالة الانتقالية اللي هو بيشتغل بالتعاون مع العالية الثلاثية وبعثة الأمم المتحدة في السودان، وأيضا يعني بيحاول يستطلع يعني الفكرة من الورش الإقليمية الستة اللي هي واحدة منها انعقدت الآن في الخرطوم، اللي اليوم بتشمل الخرطوم و الإقليم الأوسط النيل الأبيض والجزيرة، بالإضافة لورش في أقاليم مختلفة من السودان منها النيل الأزرق، دارفور، كردفان، الشرق، الإقليم الشمالي. الغرض من هذه الورش حقيقة مش إنه تصل لتحقيق العدالة، لأنه طبعا هذه موضوع العدالة أو حتى يعني انتهاج برنامج خاص بالعدالة الانتقالية أنت ما بتعمله في مؤتمر واحد أو اجتماع واحد أو كده. دي هذه مسألة بتحتاج لوقت من الزمن حتى إنها ناس تتوافق على ملامح هذه البرامج والاستراتيجيات الخاصة بموضوع العدالة الانتقالية. لكن هذه الورش هي بتكون مقدمة، يعني هي الغرض منها استطلاع أصحاب الآراء أصحاب المصلحة. زي ما شايفين في هذا الاجتماع في ممثلين من تنظيمات مختلفة من الخرطوم ومن الإقليم من الولايات الأخرى يعني،
وضمت أسر الشهداء، ضمت مجموعات من لجان المقاومة، ضمت مجموعات من المزارعين والرعاة وغيرهم. فالفكرة هي يعني استطلاع آراء هؤلاء الناس، ما هو رأيهم بالنسبة ل يعني الانتهاكات اللي حدثت بالنسبة لهم كمجموعات سكانية أو في مناطقهم خلال الثلاثة عقود الماضية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ما هي تطلعاتهم لكيفية معالجة هذه الانتهاكات؟ نمرة ثلاثة، ما هي التوصيات أو التي ممكن يتقدموا بها إلى السلطات، سواء كان السلطة السياسية أو الجهات العدلية أو المكلفة بمعالجة الماضي، معالجة يعني انتهاكات ماضي حقوق الانتهاكات ماضي سوري انتهاكات حقوق الإنسان في ماضي السودان القريب. هي طبعا مسألة معقدة وحدثت وطالت قطاعات كبيرة من المجتمع، تحتاج مننا لقدر من النظرة الشمولية لكيفية معالجة هذه الانتهاكات. الدكتور نصر الدين عبد الجباري قدم ورقة عن الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية، شرح فيه ماهية العدالة الانتقالية، شرح فيه المعايير الدولية التي تؤسس للعدالة الانتقالية، وقدم فزلكة تاريخية مختصرة عن المراحل التي تمت بها يعني نشوء ما عرف لاحقا بالعدالة الانتقالية من نهاية الفترة التي عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية إلى التسعينات القرن الماضي، حيث تبلورت والعقود التي تلت، حيث تبلورت مفاهيم ونماذج للعدالة الانتقالية في مختلف بلدان العالم. وبالتالي كانت إضاءة كويسة، يعني مكنت الناس من التعرف على يعني كيف ينظروا إلى أو من أين أتت فكرة العدالة الانتقالية، وما هي الأشياء اللي ممكن تنجزها وتقدمها للشعب السوداني في هذا الموضوع. فهذه الفكرة باختصار. وأنا زي ما قلت في الجلسة، يعني الناس أحيانا بيتكلموا عن العدالة والعدالة الانتقالية، لكن في النهاية هي مسألة واحدة، هي العدالة الانتقالية هي جزء من العدالة، يعني ما شيئين مختلفين، وإنما هي بتأسس للدول اللي خارجة من صراعات مسلحة أو خارجة من نظم استبدادية، بيكون في يعني إشكالات كثيرة أحاطت بالنظم العدلية فيها، وموضوع العدالة وموضوع الإنصاف وكذا. ولا بد أنت في المراحل الانتقال أنك أنت تنتهج نهج العدالة الانتقالية حتى أنك تقدر تعالج أولا جراحات الماضي، وثانيا تؤسس إلى مستقبل جديد. جنوب أفريقيا هو نموذج واحد ونموذج مبكر حقيقة، يعني القانون الدولي تطور كثيرا بعد جنوب أفريقيا. ربما تكون في بعض الأشياء مفيدة بالنسبة لتجربة جنوب أفريقيا بالنسبة للسودان. هنالك نماذج في دول أخرى حدثت في أمريكا اللاتينية، في الأرجنتين، في تشيلي، في بيرو، في البرازيل، يعني في نماذج وتجارب خاصة بمعالجة انتهاكات الماضي، بالمسائل الجنائية، بقضايا متعلقة بجبر الضرر إلى غير ذلك. هنالك تجارب بتاعت محاكمات حدثت في سيراليون، حدثت في رواندا، وفي يوغوسلافيا السابقة، كلها حدثت إما يعني بمبادرة من أصحاب الشأن في البلد المعين، أو بمساعدة دولية في شكل بتاع محاكم خاصة أو محاكم مختلطة أو كذا. كل هذه التجارب هي كتاب مفتوح بالنسبة للشعب السوداني أو القائمين على الشأن العدالة، يعني على شأن العدالة، برنامج العدالة الانتقالية، أنهم يستفيدوا منه. هيا من جديد نتحدث عن ورشة العدالة الانتقالية. أستاذ عبد السلام، أستاذ رحاب، تحدث عن جوانب مهمة، يعني الحديث عن التوصيات وإنفاذ التوصيات، التجارب المختلفة في دول مختلفة كانت يعني هي في ذات الحديث عن العدالة الانتقالية وعن الفترات الانتقالية، سنعود للحديث عنها، ولكن كنا قد ابتدرنا الحديث بوجود توصيات مختلفة وقضايا مختلفة من خلال هذه الورشة. تحدثنا عن فض الاعتصام وغيرها من التحديات في المشكلات القانونية في الفترة الانتقالية حتى الآن ووجودها من خلال هذه الورشة. حقيقي تحية من هنا لدكتور عبد السلام والدكتور نصر الدين عبد الباري. المحبوط في الورش دي في الأساس إنه حتى الخبراء أو الناس القائمين على أمر السودان هم السودانيين، وده شيء محمود لأنه هم اللي بيحسوا
بأوجاع أوطان يعني. وزي ما هو ذكر قبل شوية أن إحنا المفهوم الأساسي في العدالة الانتقالية إنه الناس تتكلم في أسس المشكلة وفي جراحات الماضي وكيفية معالجتها. فالأفضل والأولى إنه يتكلم عن الأمر ديا أو يقوم على الأمر ديا سوداني موجود في البلد عارف الحاصل سواء كان من برا أو من جوا. دي النقطة الأولى. فيما يخص النقطة اللي أنت كان ذكرتيها اللي هي الحياة دي مفترض تتناقش أو ما تتناقش, هي دي متطلبات الورشة والكلام كان واضح حسي في الإفادة في إنه نحن جينا عشان نقعد مع الناس ديل ونسمع أطروحاتهم ورأيهم شنو فيما يخص حلوله بخصوص الانتهاكات اللي حصلت له وده الوضع الطبيعي. يعني أنت هسي بمفهوم بسيط أنت مفترض تقعدي مع أسر الشهداء طالما أنت عاوزة تحل الإشكالية اللي كانت حصلت بالنسبة للشهداء. فلنفترض ما قبل فضل اعتصام 65 شهيد مثلاً محجوب قصي إلى آخره يعني. فدل أنت بتقعدي معهم باعتبار أسر الشهداء تشوفيهم هم داريش يعني كل مطلوبات هم بيصلوا لحق أولادهم كيف, وتسمعي الكلام ده منهم وتكتبيه توصية. ما مفترض أساساً في الأساس في الورشة دي جارليه في إنه اللي يحصل كده أو ما يحصل كده, لا أنت بتجيبيه وبتقعديه وتشوفي هو طالبه شنو مفترض تحقيقي له. لا هو أصلاً ما مطلوب منه التحقيق يعني, هو مطلوب هو دي حقوقه بالطالبين. لا تحقيقي له كحكومة. لا قصدي ما التساؤل من الآخر ما مطلوب في ظل الحادث ليه هو يعني. أنا بتحدث عن صيانة حقوقه كيف يمكن أن تتم من خلال هذه التوصيات يعني لأصحاب المصالح المختلفة. طيب التوصيات دي ملخصة حيكون كالآتي, حيكون فيها إصلاح في القوانين وحيكون فيها سياسة حقة عدم إفلات من عقاب أي شخص بإمكاننا أو عرفناه زي ما قبل شوية ذكر أستاذ عماد ارتكب الجريمة بطريقة واضحة وصريحة زي مثلا الجريمة اللي حصلت في شرق النيل قبل كم يوم ده طوال مفترض يقدموا لمحاكمات يعني دون تأخير والمؤسسات دي مفترض تساعد طوال في تسليمه. المؤسسات الشرطية أو الأمنية مفترض تساعد طوال في تسليمه وتسرع في محاكماته. إصلاح القوانين ما بيبقى إلا بإصلاح المؤسسة القانونية كلها ككل, سواء كان قضاء يكون جاهز في إنه يحكم صحيح غير مسيس أو سواء كان نيابة ما عندها أجندة وغير مسيسة كذلك. ديل لما نصلحهم مع بعض بتبقى في الإرادة والعزيمة في إنه نحن ننفذ القوانين. من اللي بتذكريهم من خلال نصلحهم يعني هذه النون لمن تنسب من للمؤسسات نفسها. الآن المؤسسات الحالية الموجودة دي دون المستوى ما عندها أي علاقة بالدولة أو شكل الدولة أو ما بتنفذ. من المخول له إصلاح هذه المؤسسة؟ نحن الشعب السوداني ده المرك ثورة ده. لا ما هي الشعب السوداني دي حديث مطلق, لكن احنا بنتحدث عن الحديث آليات وتوصيات ممكن أن تخرج عن هذه الورش وإنفاذها. من يعني القادر يعني أو من المخول له وإنفاذ هذه الناس الناشدين التغيير ديل على أساس نحسي مشوا وعملوا اتفاق إطاري, والاتفاق الإطاري ده هو ذات الدستور لفترة انتقالية ومن ضمن مهامه إصلاح المؤسسات دي. يعني نحن الشعب السوداني ده كله لك وكل لجان مقاومة على أحزاب على منظمات مجتمع مدني إلى آخره. المؤسسات دي حصل لها تجيير وأي زلعة في الكلام ده سواء كان شرطة أو سواء كان جيش أو سواء كان نيابة أو سواء كان قضاء. أستاذ رحاب قانونية الآن نتحدث يعني هي جوانب لحديث عن إنه الشعب السوداني وما يريده وأشواقه ومطلوباته يبقى حديث موجود إذا كان في الإعلام أو السوشيال ميديا أو غيره يعني نتحدث عنه دائما عن هذه المطلوبات وهذه الأشواق التي يتمناها الجميع. ولكن عندما تحدث عن إنفاذ التوصيات, عندما تحدث عن توصيات خارجة عن هذه الورش بأوراق قانونية وغيرها, يبقى السؤال يعني عن حديث من الذي ينفذ هذه التوصيات؟ هل هي حكومة الفترة الانتقالية؟ هل هذا مخول لهذه الحكومة أم هو لابد أن تكون هنالك حكومة منتخبة؟ يعني هي تساؤلات بالتأكيد أنت كقانونية واجهتك في هذا الحديث السياسي. طيب ابتداء لما نقول من اللي بينفذ الكلام ده كل الأشخاص أو كل الناس أو كل الأحزاب أو كل المنظمات أو كل الناس اللي اتوافقوا على أساس أنه يمشوا في الحل السياسي هم دول المفترض ينفذوه. كيف؟
بوريكي بقى دي اكيد في شكل حكومه يعني. ما ان احنا جبال بنقول ان احنا دائرين حكومه مدنيه خالصه. الحكومه المدنيه الخالصه دي بعدين بتجي تجيب لي وزير عدل وبتجي تجيب لي نائب عام وبتجي تجيب لي رئيس قضاء والى اخره. ديل المناضبين والاشخاص المناضبين ينفذوا متطلبات الفتره الانتقاليه. الحديث يعني دقيقه بس اكمل لك النقطه. ومتطلبات الفتره الانتقاليه محدده وفقا للاتفاق الاطاري ده، يبقى 1 2 3 4 الخمسه قضايا دي تحديدا ليه تم تأخيرها؟ عشان ما يكون فيها مزيد من المشاورة ومزيد من التحقيق في حياة حولنا، سواء كان الشريك أو سواء كان الدار الانتقالية أو سواء كان التفكيك أو سواء كان المؤسسة الأمنية يعني ككل. ليه؟ عشان الحياة دي هي محتاجة مزيد من التدقيق ومحتاجة مزيد من الآراء السودانية حولها، عشان كده تأخرت. لكن ده ما معناته إن هي تأخرت هتقعد فوريفر. حقيقي العدالة الانتقالية نحن يمكن في الفتره الانتقاليه نكون بدينا في الخطوات الاولى، لان هذه عمليه طويله انت زي ما انت عارفاها، وعمليه بتاخذ وقت حتى في بالنسبه للدول الهسي. قبل شوي استاذ عبد السلام سنعود للحديث عن النماذج، بس نعود لعماد في حديثنا عن اشراك لجان المقاومه. كنت ذكرت عن الدور المختلف الذي تقوم به لجان المقاومه من خلال وجودها في العداله الانتقاليه ورش العداله الانتقاليه. ابتدرت الحديث بالدور الرقابي، ولكن يعني اريد ان اتحدث عن مجمل مشاركه لجان المقاومه، وجودهم من خلال هذه الورش المختلفه وحتى ورشه العداله الانتقاليه، غير الدور الرقابي، ما يمكن ان يكون اثر لوجود لجان المقاومه وايضا انفاذ لحقوقهم ووجودها من خلال التوصيه. طيب كده احنا عشان نكون دقيقين في مصطلح لجان المقاومه دي. هي لجان المقاومه ليست جسما راسيا عنده رئيس ونائب رئيس وكذا عشان يقوموا يمشي يوقعوا على اي اتفاق او ما عدا، لكن نحن زي ما قلنا نحن عندنا طريقين. يعني الطريق الاول هو طريق مستمر ودائم اللي هو طريق الشارع والمواكبه المستمره الى حين انفاس ما طلعنا نحن كلنا كسودانيين وكسودانيات في تحققه. المسألة دي ما معنية بأنه اللي حيحكم منه ولا المسألة دي ولا كده. نحن عندنا قضايا أساسية يجب القضايا دي إنها هي تبقى، فنحن ماشيين في الاتجاه ده اتجاه أول. في اتجاه معه واستصحاب له يعني اللي هو يعني بيفتكروا إنه نحن يجب إنه نكون شركاء أساسيين في العمل الرقابي الداخلي داخل سلطات الفترة الانتقالية لمتابعة ما يحدث ومتابعة يعني الشكل البيروقراطي دائما في تنفيذ المطلوبات وما عداه. وده ذاته واحد من الشباب، في جزء برضو من الشباب بيشوفوا إشراك الشباب والقاعدة الشبابية الكبيرة اللي هي طلعت لثورة ديسمبر وهي كان عندها التأثير الأكبر. الشارع عندها زي ما قلت رؤى وأفكار مختلفة عن الوضعية الجاية، فده برضو وحدي من الاتجاهات اللي نحن كلجان مقاومة. فبالتالي أنا لما أقول لجان مقاومة يبقى نحن تعال نميز ما بين الموقفين الاثنين ديل وما بين استصحاب الموقفين الاثنين مع بعض. ما يحدث في الشارع في شباب من داخل لجان المقاومة هم رافضين العملية السياسية ككل، وهم بيفتكروا إنه سدرة منتهى يعني منتهى النضال ومنتهى اسقاط النظام ده بآلية الشارع واللي هي الآلية المجربة. وفي شباب بيشوفوا ان احنا قد يمكن انه نشارك في هذه العملية طالما هي بتحقق خطوة ايجابية اتجاه تحقيق مطلوبات اهداف ثورة ديسمبر المجيدة. انا من وجهة نظري ضمان وجودنا نحن كشباب داخل العملية السياسية هو لسبب اساسي. اولا انعدام الثقة في الفترة الانتقالية الفاتت كان السبب الأساسي في عدم وجود لجان المقاومة داخل مؤسسات الانتقال. بالتالي تغييب المعلومات وتغييب الحقائق يعني كانت حاجة أساسية في فقدان الثقة في العملية السياسية تمت في الفترة الفاتت. فوجودنا داخل العملية بتاعت ورش الانتقال الديمقراطي أو ورش العدالة الانتقالية هو التأكيد على حاجات أساسية. التأكيد على أنه هل قوى الثورة أو القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هل هي فعلا جادة اتجاه الضحايا واتجاه الناس اللي تم قتلهم في النهاية تحقق أهدافهم؟ هل هي جادة؟ مدى جديتها في إنها هل هم موجودون يعني هم قاعدين يتكلموا قاعدين يتكلموا عن تشريعات القوانين اللي بتمثلهم قاعدين يتكلموا قاعدين يعبروا
عن رؤاهم زي ما قالت الأستاذة قبل شوية؟ هل هم حقيقيون؟ هل هم نفسهم هم أصحاب الضحايا؟ أم هي عملية سياسية؟ أم هي عملية سياسية؟ كيف وجدتم الإجابة على هذه التساؤلات حتى الآن من خلال إشراككم ووجودكم في الورش المختلفة؟ طيب السؤال ده برضو سؤال مهم شديد. نحن بنشوف إنه ما حدث أو ما يحدث الآن هو عملية إلقاء الضوء فقط. دي عملية إلقاء حجر في يعني في بحر كامل كده. مسألة العدالة الانتقالية هي مسألة تحتاج لسنوات لتحقيقها لأنه اعتبارها هي مسألة إجرائية. يعني الطفل اللي بيشرب سيليسيوم في الشارع ده كويس هو عانى انتهاك اجتماعي، فبالتالي حل مشكلة كل أطفال الشوارع هي مسألة مشردين. أنا بتكلم عن إنه هي مسألة تحتاج إلى سنوات. طيب ده جانب. الجانب المهم برضو في المسألة دي اللي هو مشاركة أسر الضحايا أو أسر الشهداء فيه. كان أستاذ عباس فرح كان موجود مثلا، كان إحنا جينا من النيل الأبيض، أنا طبعا من كوس من النيل الأبيض وجيت ممثل لإقليم الولاية، جمعنا أسرة الشهيد أحمد تبيدي والرحمة والمغفرة لأسرة الشهيد والشهيد، أستاذنا محمد الحسن تبيدي كان موجود معنا وكان بيعبر أو بيقول عن رأيه. لكن برضو نحن برضو في ناس جوا من مناطق جودة وغيره وغيره، لكن نحن كنا يعني بنوصي أو بنقول إنه يجب الذهاب إلى أصحاب القضايا في مناطقه. يعني أي نحن جبنا تمثيل وعكسنا إنه في قضية عنبر جودة مثلاً كمثلاً يعني، وفي قضية شهداء مثلوا مثلاً أستاذنا محمد الحسن تبين، وفي قضية مثلاً محرقة الجزيرة أبا أو قتل إنسان الجزيرة أبا مثلاً. لكن أنا محتاج لإنه أنا أبعد مع كل هؤلاء الضحايا، مع أسر الضحايا كلهم، فبالتالي نحن محتاجين لورش للعدالة والعدالة الانتقالية داخل المحليات، داخل الوحدات الإدارية، داخل الولايات بشكل أساسي تلامس الواقع. فعشان كده أنا قبل قلت ده يلقى حجر في بحر واسع، يجب إنه الورشة دي تتبع ورش حقيقية وتتبع لقاءات مع أسر الضحايا. ودي مسألة قد تكون برضو نحن ضمناها في لجان الكشف عن الحقيقة. لجان الكشف عن الحقيقة هي واحدة من آليات العدالة الانتقالية. نحن ما وقفنا بس عن لجان الكشف والحقيقة كده يعني كمصطلح، لا، نحن هسه قاعدين نتكلم عن كيفية تكوين لجان الكشف والحقيقة. هم ممنوع يعني الحاجة يكشفوا عن الضحايا يعني، عشان ما يكون في انحيازات إثنية أو قبلية أو غيره. فنحن بنتكلم عن هيكلة قوانين العدالة الانتقالية نفسها، بنتكلم عن التشريعات أو الدساتير، الدستور، الوضع الدستوري للعدالة الانتقالية نفسه داخل الدستور. يبقى نحن مشاركين في عملية الرقابة من الوضع التشريعي الدستوري إلى الوضع اللي عنده علاقة بـ 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 بالواقع نفسه أو بمماثلة الواقع ووجود الواقع حاليا داخل الورش. وبالتأكيد هو وجود يعني قانون ودستور هو ده المظلة الأعظم اللي يمكن أنها يعني تكون في إطار هذه الحقوق. ويمكن ده الحديث اللي كنت أتحدث فيه يعني فيه مع أستاذ رحاب قبل أن ننتقل لهذه النقطة، الحديث عن الوصايا وإنفاذ هذه الوصايا والآليات المختلفة، وتحدث عن أنه لابد من وجود في الولايات وغيرها. كنا قد اقتدرنا الحديث أيضا بورشة كسلة والعثرات المختلفة التي واجهت ورشة كسلة. لماذا يعني لم تقام هذه الورشة؟ وما هي المشكلات في إقامة ورشة؟ وهل سنرى ورشة قريبا؟ طيب الحقيقة الوضع في الإقليم الشرقي عموما فوق اختلافات عن الوضع في السودان ككل. يعني شكل الخلاف في شرق السودان للأسف هو اختلاف قبلي من الدرجة الأولى، ما هو اختلاف على موارد أو هو اختلاف جهوي، إنما قبلي من الدرجة الأولى. اللجنة الأمنية لولاية كسلة هي قررت إنه ما في إمكانية لأن الورشة تقوم الآن في الشرق، تحوطاً وخوفاً من أي نزاع يقوم، لأنه كسلة الحصل فيها في إنه بقى في وضع ملقوم منذ الاتفاق حق جوبا بتاع شرق السودان، مسار الشرق أو مسار الشرق تحديدا. في كثير من القبائل بتشوف إنه المسار ده ما بيمثلها، والجميع يعلم إنه المسار ده تم تعليقه،
الشغل ذاته في المسار فوقه نوعين، يعني فوقه مفهوم سياسي بحت، عنده ارتباط بالنظام البائد ومنسوبينه، وفوقه ارتباط برضه، عنده ارتباط برضه بالهوية أو بالقبيلة. فشكل الاختلاف دي كان اتطور في كسلة شديد لحد ما حصلت زي ما انت شفتي مجزرة في كسلة ومجزرة في بورسودان وبين القبائل، بس للاختلاف في انه في ناس بيشوفوا والله مفترض يكون المنبر بتاع سنكات والمنبر بتاع المناطق دي هو مفترض يكون الآلية المفترض يمشوا بها مسار الشرك. في ناس أو في قبائل بتشوف لا إنه المسار بيمثلها، لكن الاختلاف ما على المسار في حد ذاته وقوانينه، الاختلاف على 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 الأشخاص، ودي إشكالية. النزاح في كسلة عن المسار. أستاذ رحاب، بالتأكيد كانت هناك ورشة الشرق ناقشت هذا المسار والحلول المختلفة. صحيح. لمختلف المتناقضات والموجودة في حديث عن هذا المسار. كان من المفروض يعني بما أنه هذا المسار قدمت من خلاله أوراق مختلفة، حتى بعض غير الموقعين على الاتفاق الإطاري كانوا حاضرين. صحيح. يعني كانوا معنا هنا في الاستوديو، تحدثنا عن مسار الشرق. كان من المفترض أن تكون هنالك أرضية، بما أنه ورشة سابقة حديث عن مسار الشرق، هنالك أرضية يعني على الأقل من خلالها يمكن إقامة هذه الورشة في كسلة. فلماذا لم يحقق يعني أو تحقق ورشة ما يعني حديث الشرق أرضية مناسبة لوجود ورش متتالية ممكن أن تكون من ضمنها ورشة الحقوق الانتقالية؟ نحن ما مفترض نقول كلام زي دي لسبب، لأنه الورشة حقت الشرك هي ذات متطلبات، أو هي نفس المتطلبات بتاعت العدالة الانتقالية، هي من ضمن القضايا المؤجلة، لأنها هي ما بتحقق نتيجة الآن لمجرد أنك أنت أقمت ورشة للشرك في الخرطوم. ما مفترض تكون حقق النتائج، لأن النتائج دي مفترض تكون مستقبلية. طبعا والتوصيات والآليات اللي يحتاج الحكومة وغيرها، لكن أنا أتحدث عن توافق حول هذه القضايا. هيني ما الإشكالية؟ الإشكالية في إنه يعني كيفية إقامة الورش دي في المناطق ديك ومسبباتها. هم الناس دول الغريبة كلهم اتفقوا إنه يجي يتعمل الورش دي في الخرطوم، باعتبار إنه الخرطوم دي منطقة محايدة شافوها كده، يعني سواء كان في بورسودان أو في كسلة أو في قضارف أو إلى آخره، وكله له قضاياه. لما انجوا هنا واجتمعوا لمدة 4 أيام ما كان في أي خلافات، كل زول المتفق مع الإطاري والما متفق على الإطاري كلهم قدروا يقولوا قضاياهم وبأريحية. الخوف من إنه الكلام ده يتقال هناك في المنطقة، وأنا وريتك قلت لك ده سببه النزاع القبلي الموجود في إنه لمجرد إنه أنت قومتها في كسلة ممكن يجي يقول مكون دون الآخر ليه أنت قومتها في كسلة، أن إحنا ما كان مفترض تجي في بورسودان وإلى آخره. وطبيعة المنطقة أنت عارفاها، يعني للأسف طبيعة فيها إشكالات حقيقية. هل في رؤية في أنه تعقد هذه الورشة هنا في الخرطوم قريبا؟ ممكن، أو تدعمل معالجات إن كيس يعني ولاية البحر الأحمر أو ولاية القضارف بقت في نوعا ما. القضارف هي ولاية بعيدة نوعا ما من مناطق النزاع أو إشكالاتها، ممكن يستضيفوهم في القضارف أو يعملوها في الخرطوم، يعقدوها في الخرطوم زي ما عقدوها في بالنسبه لملف الشرك في السابق يعني. وانا شايفها وانا كنت فيها حضور، كانت ناجزه جدا وكانت قويه وتوصياتها كانت ممتازه، وكانت يعني وصلت لرضا ما بعده بالنسبه للناس، لانه برضو اصحاب المصلحه الحقيقيين كانوا جو وشاركوا فيها. انا بذكر انه من كسلا ومن القضارف ومن بورسودان كان الورشة فيها قرابة 900 مشارك من كل العالم. تحدثنا عن مختلف الورش. صحيح. يعني لا نتحدث عن ورشة العدالة الانتقالية، تحدثنا عنها في وقتها. صحيح. وعن المشاركين وغيرها. كل هذه الورش وكل هذه العملية السياسية التي نتحدث عنها في حاجة لآليات لإنفاذها، في حاجة بالتأكيد لوجود حكومة وممكن تكون في الفترة الانتقالية لإنفاذ هذه الورش وإنفاذ هذه التوصيات المختلفة. صحيح. التي يتحدث عنها الاتفاق الإطاري. في الحديث عن هذه الحكومة التي يمكن أن تأتي، يعني عماد هي أشواق مختلفة للجان المقاومة بشكل خاص، وحديثكم عن بما أنكم في القسم الذي يوافق على هذه العملية السياسية والحديث عن الاتفاق الإطاري، كيف تمضي الأمور في تكوين حكومة يمكن أن تلبي أشواقكم؟ والله نحن بنشوف انه كونها حكومة ذهبت بالعسكريين الى سكناتهم زي ما قلنا،
وذهبت بالأحزاب إلى دورها تجهيز الفترة الانتقالية أو الفترة الجاية، وجابت ناس هم وطنيين في الأساس الأول لكن عندهم علاقة بثورة ديسمبر المجيدة. هو ده المسألة برضو المهمة. فنحن بنتمنى إنه التوصيات اللي نحن تركناها وخليناها إنها يتم إنفاذها. نحن زي ما قلنا ما مراهنين تماماً على إنه قد يحدث انقلاب عسكري في أي وقت من الأوقات، ونحن كلنا شايفين اللي قاعد يحصل الليلة الأيامات دي في الشارع، يعني من الذعر داخل ذهن المخصصات العسكرية والصراع الذي حالياً هو حاصل بسبب إنه قرب دائماً قرب إعلان الاتفاق النهائي بيعني شكل من أشكال الرعب للنظام الباقي داخل المؤسسات كلها زي ما قلنا. فنحن بنشوف إنه نحن ماشيين خطوات للأمام. يعني الخطوات التي ذكرها عماد أستاذ رحاب، هو تحدث عن إنه أي حكومة يمكن أن تعيد الجيش لسكناته وتعيد الأحزاب لدورها هم يوافقون عليها، ولكن هذه التصريحات التي نشهدها مؤخرا في حديث عن الاتفاق الإطاري كان يتحدث عن حكومة كفاءات وطنية. بالأمس الناطق الرسمي لحرية التغيير تحدث عن إنها هذه الحكومة ستكون حكومة سياسية، أي حكومة أحزاب، فكيف يمكن أن يتأتى ذلك؟ طيب أنا بتفق مع عماد في جزء وبختلف معه في جزء. هم ذاتهم يعني عموما الشارع بيقول في العملية السياسية إحنا كيف نجرب المجرب، وأنا كنت بقول لابد من إنه يعني نعيد التجربة بسياق صحيح، لأنه شأن السودان ما شأن هين عشان إحنا ما نجرب فيه كل الإمكانيات اللي بتبعدنا من ضرب الحروب يعني، ونتخلصنا من الانتهاكات الفظيعة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، وتخلصنا من شكل الانقلاب. ما هو المجرب وما هو غير المجرب الذي يمكن تجربه؟ المجرب بالنسبة لي أنا حكاية إنه والله نجيب أشخاص تكنوقراط. الفترة الانتقالية الأولى كان جبنا التكنوقراط ديل وقعدناهم واشتغلوا قرابة السنة، وللأمانة يعني شفتوا شكل الفشل الزريع في شكل المؤسسات وعدم المضي يعني قدما في شكل المطلوبات حتى في الفترة الانتقالية. المقصود نجرب سياسيين، السياسيين غير مجربين؟ السياسيين جربوهم وانقلبوا عليهم عشان هم مشوا الخطوات الإيجابية. أنا في رأيي نحن الفترة الانتقالية إذا جينا نحسبها من الفترة بتاعت السياسيين. لا، هو تجربة السياسيين بالتأكيد ليست هذه الفترة فقط، يعني السودان منذ الاستقلال حتى الآن نتحدث عن السياسيين الذين لم يرسون حتى مجرد الثقافة السياسية. صحيح، دي نقطة أولى. النقطة الثانية والأهم من كده في إنه يعني نحن محتاجين أشخاص نحملوا تبعات الفشل، ودي مهمة شديد. طالما أنت دقيت صدرك وقلت أنت بتحل الإشكال ده، نحن ما بنقدر تاني نفرق الفشل على الشعب السوداني كله ككل. أنت كسياسي جابوك عشان ما تقوم بدورك المعين، وأنت عارف على النطاق الشخصي إن كيس أنت فشلت على مستوى حزبك، فشلت على مستوى البلد كله ككل. دي نقطة أولى. والنقطة الثانية في إنه أنت أول الناس اللي بتكون خشيت السجون، وأنتوا أول أنتوا أوائل الناس اللي بيكون يعني زي ما بيقولوا بتضررتوا من شكل السياسات الخاطئة اللي أنتوا ارتكبتوها. فنحن دايرين شخص مسؤول، لما نقول وطني بيكون وطني قاعد في السودان ده ضايق المر، شايف شكل الضيق المعيشي، وشايف شكل الانتهاكات الفظيعة اللي حاصلة للشعب السوداني، وشايف شكل التردي المعيشي والتعليمي والصحي في مجال الصحة، زول يكون قاعد في البلدية عارف الحاصل فيها. ولكن أستاذ رحاب، قد يتساءل الجميع، هل نحن نمتلك رفاهية الزمن والتجريب لنختبر حكومة من جديد؟ بالتأكيد هذه المواقف يجب أن نقف عندها جميعا ألف مرة لنختار حكومة جديدة. نتمنى أنه يعني دائما تسير الأمور فيما يخص الشعب السوداني بهذا الجانب، لأن الشعب السوداني لا يمتلك هذه الرفاهية للزمن. حديثنا اليوم كان عن ورشة العدالة الانتقالية، جوانب مختلفة للحضور من خلال هذه الورشة والمشاركين والأوراق التي تقدم، وهل يمكن لهذه الورش أن تجد طريقها للواقع السوداني من خلال حكومة يمكن أن نراها قريبا. شكرا جزيلا أستاذة رحاب مبارك القانونية وموجودة من لجان الحرية والتغيير، وشكرا جزيلا عماد أحمد واحد من أعضاء لجان المقاومة. وحديثنا اليوم كان عن ورشة العدالة والانتقالية، وهي جزء من هذه الورش التي ظللنا من خلال
أجندة الساعة نناقش قضايا مختلفة تحوي هذه الورش، وبالتأكيد هذا الحضور معكم كل أسبوع في ذات الزمن للحديث حول مختلف القضايا في الساحة السياسية السودانية حتى الملتقى الأسبوع المقبل. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.